هو اللحن الوحيد الذي غالبا ما يكون معبرا والان مع مسرحيه العرض الصامت المخرج التنفيذي لها الطالب محمد اسامه Thank you.
وابن البتول فعلم الإنجيل وفجر
لم يصدر نحونا. كلماتنا راقية والجميع يشهد بنا. نحن المستقبل والفخر يكون عبرنا. والآن مع فقرة التنصيب فليتفضل الأستاذ الدكتور عباس منصور والأستاذ الدكتور رفعت بهجات على المنصة للتنصيب.